السلام عليكم، شلونك ابني؟ الله يتقبل يا رب، الله يتقبل. ورحمة الله وبركاته. خير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هيك يا سلام هيك والله انت مبيض وجهك، يعني كثير فرحان فيك انه دائما دين وهيك بتقوى. الله يتقبل منك يا رب. ابني بس في موضوع بدي اقول لك عليه، كثير موضوع كثير ضروري. يعني انت كل مالك عم تكبر يوم عن يوم، هذا الشيء غلط. يعني لازم الدين حلو بس كمان يعني لازم تكمل نص دينك. هلا انت نص دين، لازم تكمل نص دينك. جازي نص الدين يا ابي، ما في لكن او ما لكن يا ابني. هذا يعني ضروري، سنة الحياة، تتجوز تجيك اولاد، اولادك يكبروا يتجوزوا، هاي سنة الحياة ابني. كلياتنا هي لازم تتجوز، ماشي ابني؟ هيك سنة الحياة، يعني مو الشغلة بكيفنا. حسنا يا ابي كما تريد. يعني موافق ابني؟ كما تريد. الحمد لله، يعني واخيرا الحمد لله. بس بقى المشكلة، أنا بعرف عقلك صعب، يعني كلياتنا بنعرف عقلك صعب بهالأمر هذا، والحمد لله إنه وافقت. فبس بدك تقول لي إيش المواصفات اللي بدك إياها مشان أخلي خالاتك وعماتك يسألوا لك عليها، مشان ما نختلف يعني بعدين. أريد يا أبي، إيه؟ العياذ بالله والعياذ بالله، أريدها مثل الفاسقة هيفاء وهبي. Get out the way, bitch, get out the way.